إطلالة اقتصادية على العلاقات المصرية التركية، حيث ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جبلله الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور وليد، مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأيضا تركيا بتحتل المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022، فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصدرة لمصر. كيف يمكن البناء على ذلك لتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين؟ بالتأكيد ما ذكرتيه حضرتك لم يأتي من فراغ، فهذا التبادل التجاري الكبير وهذه العلاقات الاقتصادية الكبيرة التي لم تعصف بها أي رياح أو أي ظروف أتت نتاج لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة ما بين البلدين عام 2005، والتي بدأ دخولها حيز التنفيذ في 2007، حيث حرص البلدين على استمرار هذه الاتفاقية واستمرار هذا التعاون بصورة تحقق النفع لشعوب ومستثمري البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية حدث هذا النجاح، ولكن مع التقارب السياسي الذي حدث في الثلاثة سنوات الماضية تابعنا خطوات تقارب تدريجية تصل إلى قمتها في هذه الزيارة، مما يجعلنا نتطلع إلى مزيد من التعاون، إلى مزيد من التفعيل لاتفاقية التجارة الحرة ما بين البلدين في بعض البنود التي لا زالت لم يتم تفعيلها. خصوصا الحديث دكتور وليد عن يعني التعاون بين البلدين بالعملة المحلية، الليرة والجنيه المصري. فكرة التعاون بالعملات المحلية يجب أن نربطها دائما بزيادة حجم التبادل التجاري، فقضية اختيار العملة هي مرتبطة بحجم التبادل. ضمانة النجاح في التبادل بالعملات المحلية هي ذلك التبادل التجاري الكبير، نتحدث عن نحو 7.7 مليار دولار حجم تبادل تجاري ما بين البلدين في 2022، منهم نحو 3 مليار، ما يقترب من 3 مليار دولار صادرات مصرية، هو الضمان الأساسي على اعتبار أن هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن الاتفاق عليه في مجال التبادل ما بين البلدين بالعملات المحلية. بالتالي فإن زيادة حجم التبادل التجاري هو الإطار الذي يخلق الآلية المناسبة لاستخدام العملات المحلية ما بين البلدين. وأيضا الحديث عن إعادة تفعيل اتفاقية روما المجمدة منذ عام 2015، والتي تتيح للصادرات التركية المرور عبر الموانئ المصرية إلى دول الخليج العربية. اتفاقية الرورو دي كانت عبارة عن اتفاقية المنتجات بتأتي من تركيا إلى ميناء دمياط، ثم تعبر إلى موانئ البحر الأحمر بريا بصورة بتجعل المنتجات الخفيفة بتمر بتكلفة أقل من عبورها في قناة السويس مقابل مزايا بتحصل عليها مصر. أتصور أن هذه الاتفاقية يمكن أن تعود، ولكن بشروط وضمانات تتوائم مع المرحلة الحالية. فنحن أمام مرحلة جديدة من مراحل التطور والتعاون ما بين البلدين، من المهم أن يتم صياغتها وفقا للمستجدات الحالية وللمتغيرات. هناك تعاون، هناك رغبة صادقة في دفع العلاقات بصورة تحقق النفع للبلدين وللشعبين المصري والتركي. نعم دكتور وليد، أيضا الملفات الاقتصادية الأبرز هي ملف الطاقة وملف شرق المتوسط، خصوصا أن تركيا تحتل قائمة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال من مصر، وأيضا هي تطمح في دعم مصري لدخول منتدى غاز شرق المتوسط. وطبعا بتتميز الدبلوماسية المصرية بالتعقل والحكمة، وأنها بيكون لها دور في التقارب ودفع عمليات التقارب ما بين الشعوب الصديقة. وأتصور أن التقارب ما بين مصر وتركيا يمكن أن يكون خطوة لأن تعمل مصر أيضا على تعزيز التقارب ما بين تركيا واليونان وقبرص. هذا التقارب هو الذي يخلق الأرضية المناسبة لفك التشابكات والتعارضات التي تتعلق بغاز المتوسط، بحيث يتم حل الأمور
بصوره وديه للوصول الى صياغات تحقق النفع للجميع، وهذا هو هدف الدبلوماسيه المصريه دائما. فالاطار الودي والاطار المتعقل الحكيم الذي تتبناه الدبلوماسيه المصريه دائما ما يحقق مصالح متوازنه لكل لمصر ولكل الاطراف التي تتعاون معها. نعم، اخيرا وسريعا، التبادل السياحي بين البلدين. طبعا تركيا وجهه يعني يحبذها المواطن المصري، كما ان مصر وجهه يحبذها المواطن التركي. مصر الان بترحب بالسياحه التركيه، وتصور ان السياحه التركيه هي الخطوه الاولى للاستثمارات التركيه. مصر لديها منتجات سياحيه جديده، لديها غرف فندقيه جديده، لديها امكانيات سياحيه بترحب بها بالاتراك وبغيرهم من جنسيات العالم، وبحيث تكون هذه الزيارات هي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين بعد وجودهم في مصر، ويعني معرفتهم المعرفه الجيده والحقيقيه بما وصلت اليه مصر من بنيه تحتيه ومن ما تقدمه من حوافز استثماريه ومناخ محفز على العمل، بحيث تكون السياحه هي المدخل لزياده الاستثمارات. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي.